يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. قريش بدأت تخاف من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعوته الجهرية بدأت تنتشر وبدأت تؤتي ثمارها. المصيبة الكبرى بالنسبة لقريش أن الناس سيقبلون للحج بعد أيام، فإذا قدموا إلى الحج قال: أعرف الكهانة. والكهان أعرف زمزمة الكاهن وسجعه، والله إنه ليس بكاهن، قولوا قولا غيره. قالوا: نقول مجنون. قال: والله ليس بجنون، أعرف الجنون وخنقه ووسوسته، ليس ما يفعله جنونا. قالوا: نقول شعرا. قال: أعرف الشعر، هزجه ورجزه ومقبوضه ومبسوطه، والله ما يقوله ليس بالشعر. قالوا: نقول ساحر. قال: أعرف السحار والسحر، نفثهم وعقدهم، والله إنما يفعله ليس بالسحر. قالوا: ما تقول أنت يا وليد، ما تقول أنت بقول محمد؟ قال: والله سمعت كلامه. قالوا: هيه، وماذا تقول؟ قال: والله إن فيه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. قالوا: يا وليد، ماذا تقول؟ وكان رجلا مشركا، لكنه لما سمع القرآن عجب منه، لأنه عربي فصيح يعرف لغة العرب ويعرف كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيه هذا القول: قالوا: يا وليد، قل فيه قولا غيره، يعني أي شيء، خلاص، ولو كان كذبا، ولو لم يكن حقيقة. أخذ يفكر ويقدر وينظر ويبسر ويعبس، ثم التفت، قالوا: يا وليد، قل فيه قولا. ثم رجع إليهم فقال: قال: قولوا سحر، يعني كذبوا، وقولوا سحر، وهو يعلم أنه ليس بالسحر. قال: قولوا للناس أنه سحر فرق بين الابن وأبيه، والأخ وأخيه، والرجل وزوجته، والمرء وعشيرته. فأنزل الرب عز وجل فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني الوليد بن المغيرة، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا.
والرب عز وجل الآن يصف الوليد وهو يتكلم ويفكر بما يتهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الرب عز وجل في الوليد سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. فإذا بكفار قريش يصدقون الأمر ويأخذون هذه التهمة وينشرونها بين الناس، والوفود قدمت إلى الحج والنبي يقدم إلى خيامهم، أبو بكر معه يفتح خيمة يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني أبلغ دعوة ربي، فإن قريشا منعتني أبلغ دعوة ربي. وخلفه أبو لهب يقول ما عليكم منه إنه ابن أخي إنه مجنون. فنشرت قريش في الناس أن هذا الرجل ساحر يفرق بين الأب وابنه والأخ وأخيه، تهمة اتهموا بها نبينا محمدا، لكن أنى لهم أن يغلبوا بتهمتهم هذه. بينما كان المشركون جلوسا عند الكعبة يتكلمون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال قائلهم ما رأينا مثل صبرنا على محمد، سب ديننا وشتم آلهتنا وسفه أحلامنا وصبرنا عليه. بينما هم يتكلمون عليه إذ طلع عليهم عليه الصلاة والسلام واتجه إلى الركن فاستلمه عند الكعبة، ركن الكعبة الحجر، ثم بدأ بالطواف لا يبالي بأصنامهم ولا يبالي بهم، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، كان يعتز بدينه وبإسلامه ولا يبالي بالناس. فلما طاف الشوط الأول ومر عليهم غمزوه، سبوه وتكلموا عليه ولم يرد عليهم، تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الشوط الثاني الطواف الثاني فإذا بهم يغمزونه ويتكلمون عليه ولم يرد عليهم. فلما جاء الشوط الثالث غمزوه وسبوه فتوجه نحوهم وهم يسبونه ويشتمونه. فلما اقترب منهم سكتوا. قال تسمعون معشر قريش، تسمعون؟ والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح. سيأتي يوم بيننا وبينكم قتال في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. يقول الراوي رأيت أشدهم عليه وصاة، يعني سبا وشتما، كأن على رؤوسهم الطير. سكنوا وجمدوا خوفا وفزعا حتى قال قائلهم انصرف أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا، فوالله ما كنت جهولا. في اليوم الثاني تداعوا مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بهم يتكلمون ويحرض بعضهم بعضا على رسول الله، فرأوا النبي عند الكعبة يمشي، فقام أشقى القوم ومسك بمجمع ردائه فلفه على رقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم خنقه. خنق من؟ أشرف الخلق. خنق من؟ خليل الله. خنق من؟ الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. خنقه حتى كاد أن يموت عليه الصلاة والسلام. من رآهم؟ أبو بكر الصديق. أسرع إليه فدفع الرجل، ضربه ودفعه عن رسول الله، أنقذ النبي. ثم قال أبو بكر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فترك الناس المشركون رسول الله ثم اندفعوا إلى أبي بكر يضربونه حتى سقط أبو بكر على الأرض صريعا والدم يسيل منه، وظن الناس أن أبا بكر مات. فحمل أبو بكر إلى بيته وفي الليل وجد أمه ولم تكن أسلمت، قالت يا بني كل شيئا
قال والله لأذوق طعاما يا أمي حتى أرى رسول الله. فاحتمل أبو بكر في آخر الليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي دار الأرقم، فلما دخل انكب أبو بكر على رسول الله يقبله ويبكي، هكذا أوذي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كاهن، والرب عز وجل يقول إنا كفيناك إنا كفيناك المستهزئين. يستهزأ عليه ويسب ويضرب ويشتم، كل شيء فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان صابرا، كان ثابتا يتحمل كل الصعاب. في يوم من الأيام خرج من بيته إلى الكعبة، فازداد السب والشتم والأذى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فازداد الهم وازداد الضيق في صدره، فذهب إلى البيت، دخل إلى بيته عليه الصلاة والسلام، ثم تدثر بردائه تغطى عليه الصلاة والسلام، فأنزل الرب عز وجل له يا أيها المدثر، أي المتغطي بردائه، المتغطي بثوب، المتغطي بلحاف، قم ولا تنم ولا تسكن ولا تفتر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. لما أفعل هذا؟ ولربك فاصبر. اصبر يا محمد فقط لله عز وجل، اصبر. منها عليه الصلاة والسلام من أعينهم، لكن الرب عز وجل كافيه وحافظه. لما بدأ الإسلام ينتشر في مكة ويقوى شيئا فشيئا، قال سيد من ساداتها وهو أبو الوليد عتبة بن ربيعة، قال لقومه قد رأيتم ما صنع محمد فيكم، فإن رأيتم أن أعرض عليه عرضا قالوا اذهب يا أبا الوليد. فجاء إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا ابن أخي قد رأيت ما صنعت في قومك، فرقت بين جماعتهم، سببت آلهتهم ودينهم، وكفرت آباءهم، وفعلت ما فعلت، فإن رأيت أن أعرض عليك عرضا قال قل يا أبا الوليد. فتكلم عتبة بن ربيعة وقال يا محمد إن كان الذي جئت به تريد به مالا جمعنا لك من أموالنا فصرت أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كان الذي تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي بك رئيا تراه لا تستطيع رده جئنا لك بأفضل طبيب فطببناك. وأخذ يعرض على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انتهى قال فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال أقول؟ قال قل يا ابن أخي. فتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط بالقرآن، لم يرد عليه بأي كلام بل بكتاب الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل
من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. واسترسل النبي بالقراءة وعتبة يسمع فقط يتأثر بالكلام، فهو عربي يفهم معنى الكلام، حتى وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آية: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا فزع أبو الوليد عتبة بن ربيعة فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم أن تقف، حسبك حسبك يا محمد قف. خاف أن يستكمل النبي الكلام وهو يعرف ما معنى صاعقة، صاعقة عاد وثمود يعرفها عتبة. قال: أنشدك الله والرحم أن تسكت. ثم خرج فرآه كفار قريش وقالوا: لقد خرج إليكم عتبة بغير الوجه الذي دخل به على محمد. ثم ذهبوا إليه فقالوا له: ما بالك يا أبا الوليد؟ قال: والله ليس كلامه بكلام شعر ولا سحر ولا كهانة. يا قوم اسمعوا مني ما أقول لكم، خلوا بينه وبين العرب، خلوا بينه وبين العرب، فإن غلبته العرب وأصابته كفتكم العرب، وإن غلب عليهم كان عزه عزكم وملكه ملككم. فذهب الناس وولوا وهم يقولون: سحر عتبة، سحره محمد، سحره محمد. في ليلة من ليالي مكة اجتمع سادات قريش في ظهر الكعبة: عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، النضر بن الحارث، أبو جهل، أبو البختري بن هشام، أبو سفيان، العاص بن وائل، وغيرهم من سادات قريش. فقالوا: لو أن كلمنا محمدا لعله يقف عما يفعل وما يقول. فنادوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فجلس بينهم في تلك الليلة في ظهر الكعبة، فقال: ما عندكم؟ قالوا: يا محمد، قد رأيت ما صنعت بنا وبقومنا، فرقت جمعنا وسببت آلهتنا وشتمت ديننا وآباءنا، لا نعلم أحدا من الناس فعل بقومه كما فعلت بنا، فلو أنك أردت مالا أو ملكا أو امرأة أو ما تريد من الدنيا أعطيناك. فرد عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: ما على هذا بعثت، إنما بعثني الله عز وجل برسالاته، فأنا لكم ناصح أمين، أدعوكم لما ترون، فإن قبلتم فهذا حظكم في الدنيا والآخرة، وإلا فإنني سأصبر حتى يحكم الله بيننا. قالوا: فإن كان ما تريد وأصررت على دعوتك هذه، فإنك ترى مكة قد أحيطت بالجبال، فادع ربك أن يزيل هذه الجبال وأن يجعل لنا أنهارا كأنهار الشام والعراق، لعلنا نأخذ منها خيرا ومتاعا. لم أبعث لهذا، إنما بعثت برسالات ربي، وأنا لكم
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. قال يا قوم والله ما على هذا بعثت، إنما بعثت برسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، فإن قبلتم وإلا فسأصبر حتى يحكم الله بيننا. قالوا فإن أبيت يا محمد فانظر إلى السماء، أنزل علينا عذابا من السماء، كسفا قطعا من السماء فيها عذاب، أو لنرى ربنا كما تزعم، أو الملائكة، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. قال أما هذه فليست لي، هذه إلى الله عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وانظروا إلى صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قومه، على سادات قريش، وهم يعجزونه وهو يتحملهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم استرسلوا بطلباتهم، قالوا له يا محمد نريد أن يكون لك بيت من ذهب، أو ما رأيك أن تصعد إلى السماء؟ حتى لو صعدت إلى السماء وفتح لك طريق لن نؤمن، حتى ترجع من السماء بكتاب نقرأه، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ينفتح لك طريق ونراك تصعد إلى السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. رد عليهم عليه الصلاة والسلام وهم جلوس، قال لهم سبحان الله، إنما أنا بشر، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا، هل كنت إلا بشرا رسولا. ثم تركهم وانصرف عنهم عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغهم حجة ربه جل وعلا. كلما تحدى المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم بما يريدون، بل هزمهم عليه الصلاة والسلام بحجته ومنطقه، أوذي وعذب، لكنه كان يستعين بقيام الليل في الصبر عليهم، والله عز وجل أنزل عليه فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي أنهم يستبعدون أن تقوم الساعة ويسألون ويبعثون، لكن الساعة قريب فاصبر يا محمد. لما رأى المشركون أنهم لن يستطيعوا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكلما طلبوا منه طلبا أفحمهم بحجته، نزل القرآن يرد عليهم، قالوا ليست لنا حيلة إلا أن نذهب إلى أحبار اليهود في المدينة، وأي شأن لأحبار اليهود هناك؟ قالوا نسألهم، نستعين بهم على محمد وأصحابه. الله أكبر، منذ متى يا كفار قريش تستعينون بأحبار يهود؟ وأي علاقة بينكم وبينهم حتى تستعينوا بهم على محمد الذي كنتم تسمونه الصادق الأمين وهو سيد من ساداتكم؟ فأرسل كفار قريش النضرة ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار اليهود، خرجوا من مكة توجهوا إلى المدينة ليسألوا أحبار يهود ماذا نصنع بهذا الرجل وما حقيقته. فلما ذهبوا إلى أحبار اليهود وجلسوا معهم قالوا ماذا تريدون؟ قالوا نسألكم عن رجل بيننا يزعم أنه نبي اسمه محمد ابن عبد الله، واليهود يعلمون أن هذا هو زمان النبي، بل عندهم أوصافه في توراتهم وفي كتبهم، يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءهم، لكنهم حسدا
وغيظا أن لم يخرج محمد بينهم، قالوا للنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط: سلوا هذا الرجل 3 أسئلة، فإن أجابكم فهو نبي، أرادوا تعجيزه، وإن لم يجبكم فهو يتقول، فعلوا به ما تشاءون. قال: وما هذه 3 أسئلة؟ قالوا: السؤال الأول، اسألوه عن فتية في الدهر غابوا، أمرهم عجب، فقط هذا السؤال، فتية غابوا في الدهر وأمرهم عجب، أي فترة وأي فتية هؤلاء؟ السؤال الثاني، قالوا: سلوه عن رجل طواف في مشارق الأرض ومغاربها، من هذا الرجل الطواف؟ والسؤال الثالث، قالوا: سلوه عن الروح، ما هي؟ ما هذه الروح؟ إن أجابكم على هذه الأسئلة 3 فهو نبي، وإلا هو رجل يتقول عليكم، فافعلوا به ما شئتم. أخذ الأسئلة النضر وعقبة وعاد إلى مكة بها. جاء الكفار يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأسئلة 3، عن الفتية الذين غابوا في الدهر وأمرهم العجب، عن الرجل الطواف في الأرض في مشارق الأرض ومغاربها، وعن الروح. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سأجيبكم غدا. فذهب ولم ينزل الوحي، جاءوه في الغد، قالوا: أين الإجابات؟ قال: أجيبكم غدا. فلم ينزل الوحي 15 يوما وهو يقول لهم: أجيبكم غدا، ولم يأتي وحي يجيبه على هذه الأسئلة، حتى بدأ الكفار يشككون الناس: انظروا كيف أعجزنا محمدا عن الإجابة. والرب عز وجل أراد أن يعلم نبيه أنه إذا قال غدا أن يقول إن شاء الله، لكنه نسي. فجاءه جبريل بعد 15 يوما وقال له: أين إجابات هذه الأسئلة؟ لما تأخرت؟ قال جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ثم قال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله، أي قل إن شاء الله يأتك الجواب من عند الله جل وعلا. أما الأسئلة 3 فأنزل الله إجابتها، أما الفتية الذين غابوا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ونزلت سورة الكهف تجيب النبي عن الفتية الذين غابوا في الدهر، أما عن الرجل الطواف كفار هذه الإجابات. بدأ القرآن كلما سأل الناس سؤالا أو أثاروا شبهة القرآن يجيبهم، بل إن أبا جهل لما سمع قول الله عز وجل عليها 19، أي على النار 19 من الملائكة الزبانية، أخذ يستهزئ ويسخر، قال: 10 عليكم والباقي علي أنا. فأنزل الرب عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. الأمر ليس كما يتصور، إنهم زبانية، إنهم ملائكة جهنم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. كلما أثاروا شبهة نزل القرآن يجيبهم، بل إن رجلا اسمه النضر بن الحارث كانت عنده مغنية قانية، كلما رأى إنسان يدعوه النبي للإسلام أرسل مغنيته إليه تطربه وتلهيه عن القرآن. ومن الناس من يشتري لهو الحديث
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. بل أكثر من هذا، كانوا إذا سمعوا النبي يقرأ القرآن أخذوا يصرخون ويتكلمون حتى يشوشوا على الناس سماع القرآن، يعرفون أثر القرآن في الناس، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما تركوا شيئا إلا وأثاروا شبهة، وما سألوا سؤالا أو أثاروا شبهة إلا وينزل القرآن يفحمهم. حتى رأوا النبي يمشي في الأسواق ويأكل الطعام، قالوا كيف يكون نبيا ويمشي في السوق، كيف يكون نبيا ويأكل الطعام؟ وقالوا ما لهذا الرسول، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الله أكبر، حتى الأكل لا تريدون منه أن يأكل، حتى المشي في الأسواق أنكرتموه عليه، لكن القرآن كان للمشركين بالمرصاد. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. ذاك الذي